بصراحة وكعالم كبير من علماء مصر، نقول للسادة المشاهدين اللي بيشوفوا حضرتك دلوقتي في الكاميرا دي، ما هو الوهم وما هو العلم في موضوع غرق الدلتا؟ ايوه كلام العلم ايه ايوه والأوهام ايه؟ حاضر. الاول ان التغيرات المناخيه من اهم تبعيتها ارتفاع منسوب سطح البحر، لان كلما سخنت البحار كلما ازدادت بالتمدد ارتفع منسوبها، زائد ان كلما زادت درجه الحراره في الارض بيذوب الجليد اللي موجود اللي في القطب، اللي في القطب الشمالي والجنوبي، صفائح الجليد دي بتدوب وميتها بتنزل للمحيطات، المحيطات بتزيد فبتزيد كل المناسيب. ايضا الثلاجات، الثلاجات غير الجليد، دايما نقول الثلاجات اللي هي اللي فوق الجبال، تلاقي في قنصوه كانها برنيطه بيضاء كده فوق كل الجبال اللي في اوروبا، فوق الجبل والجبال حتى اللي في افريقيا بتجد في ثلج زي البرنيطه كده، زي البرنيطه كده. هذه البرنيطه او القنصوه دي، القنصوه دي بتدوب الوقت، هي كمان القلب ما عادش فيه الوقت، بقى الوقت الشتاء يدخل عليه ما عادش بيستمر التمرير فبتدوب، فده كله بينزل البحار. إذا كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت منسوب البحار، وده بقى تأثيره علينا احنا في الدلتا. لكن في تغيرات مناخية أخرى، إنه ما دام زادت درجات الحرارة تزداد حدة الأعاصير، وده اللي بنشوفه في الأعاصير الشديدة التي لم يسبق لها مثيل، وخاصة في 2010 و2011 كوارث، كوارث شديدة جدا وتسونامي أيوه، يا إما جفاف شديد. حد كان يصدق إنه الاتحاد السوفيتي تحترق غابات، غابات في الاتحاد السوفيتي في موسكو وحوالين موسكو؟ طب ده موسكو طول عمرها صقيع ناقص 18 في الشتاء. فعلشان انت عارف حضرتك، عشان حرائق غابات تتحرق لازم تجف فتره طويله. انت لو رحت ولعت في شجره وقت ما تولعش، لان في ندى، الرطوبه دي بتمنع ان الشجر يشتعل. طب يا دكتور الدلتا عشان يشتعل بيبقى في جفاف شديد فتره طويله. الدلتا بقى عندنا هتغرق؟ الدلتا لما نيجي، ما انا بكلم حضرتك، نيجي احنا على ما يهمنا في ارتفاع منسوب سطح البحر. احنا الدلتا المصريه مش دلتا منفرده عن العالم، زي اي دلتا كل الدلتات في العالم عباره عن انهار بتنزل من عالي من ارتفاعات لغايه لما توصل تبقى زي منسوب سطح البحر اللي هو الدلتا. الدلتا ومن كثره الرواسب النهر على مدى قرون وعلى مدى بقى ملايين سنين، يعني النهر بتاعنا هنا من ترسبات منذ 16 مليون سنه وهو بيرسب، 16 مليون سنه. الفراعين اللي هو رشيد ودمياط طلعت الارض من تحتهم الاول، عمل الدراعين قبل ما يمشي النهر عليهم من 16 مليون سنه، وبدا النهر يرسب عليهم في نهايه الميدل مايوسين، من سماء العصر مايوسين وفي الليت مايوسين، وبعدين دخل في البلايوسين الرواسب الشديده بقى. حضرتك هذه الترسبات عملت دي كلها رواسب يا دكتور؟ عملت تقل على الرواسب لدرجه ان انا لو حفرت بئر في الدلتا في النص الدلتا، عارف سمك الرواسب دي كام؟ الرواسب النهر مش رواسب البحر، 3000 متر. 3000 متر رواسب؟ رواسب ده معظمها كليز اللي هم طفله طين ورمل، وغالبيتها من الطين. اللي حضرتك لما تيجي الطين السلت اللي هو المتوسط ما بين الرمل وبين الطفله وبين الطين بنسميه السلت، اللي هو الغري يعني اللي هو الطمي. حضرتك ده هذه الرواسب بتشكل ثقل على الدلتا، فجميع الدلتات مش هنا، فبتهبط الدلتات السنويه بمعدل يتراوح من 3 مللي وفي بعض الدلتات 1 مللي الى لغايه 10 مللي في السنه. يعني الدلتا عماله تهبط والبحر بيعلى. ما بتهبطش بقى كلها حضرتك، تهبط اطرافها، اطرافها اللي فيهم النهرين اللي هم فيهم الفرعين، فرع دمياط يهبط بمعدل 5 مللي كل سنه. كل سنه؟ كل سنه. وده قياس دقيق من معهد سميثسونيان مع جامعه اسكندريه وجامعه عين شمس اعتقد، وكان معهم معهد بحوث البحار، معهد بحوث الشواطئ. وفرع رشيد؟ وفرع رشيد 3 مل. يبقى ده 5 مل وده 3 مل. اذا ولما دول بيميلوا اللي في النص ما يميلش، فتقوم تلاقي الدلتا مقوسه. لما انا خدت قطاع ووريته للناس في الاطلس، الدلتا مقوسه من النص، في النص، في نص الدلتا، الدلتا مقوسه لفوق والله، وعلى اطرافها هي اللي بتنزل تحت الميه. اذا انت حتى البحار لو ما ارتفعتش الدلتا بتهبط. يعني انا عندي في ال 100 سنه او ال 90 سنه اللي باقيين من هذا القرن، ولو مشى المعدل الاقل اللي هو 3 مللي، مش هاخد الخمسه ومش هاخد المتوسط، يعني معناها 30 سنتي الدلتا تهبط. طب يا دكتور 30 سنتي هتهبط، يبقى الدلتا في خطر. ما انا هقول طبيعي. ما بالك، ما بالك بقى البحار هتزيد في هذا القرن، عشان تبقى عارف حضرتك من الناحيه الثانيه بمعدل كنا بنعتبره الاول الحد الاقصى، ده لو حصل الان بعد الدراسات الحديثه من سنه 1997 2007 اللي هو انت عارف حضرتك في حاجه اسمها الهيئه
الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية مشكلة من علماء الدول كافة 3000 عالم بيقعدوا هم هؤلاء عشان يدوا دراسات دي في بيعملوا بيسموها IPCC. في 2007 طلعوا التقرير الرابع وطلعوا انه اقصى حد للبحار 77 سم انما الان بعد ما حصل 77 نزل 58 وبعدين طلعها تاني 20 في نهاية المؤتمر يعني في حدود 77-78 من وقت هذا التاريخ لغاية النهاردة ظهرت اكتشافات بالأقمار الصناعية ان معدلات ذوبان الجليد في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية يكفي لزيادة البحار بمتوسط متر في خلال هذا القرن متوسط طيب بل انه يصل لمتر و75 في الحد الأقصى. طيب دكتور لو قلنا المتوسط من 50 الى متر 75 سنتي دول هيجرقوا الدلتا مع 30 سنتي بتهبطهم الدلتا واحدة يبقى متر تاني انا عندي متر رجعنا متر طيب عندي متر هذا المتر هيجرق الدلتا يغرق 33% من الدلتا يتضرر خلي بالك في فرق بين غرق وبين تضرر الاراضي التي تغرق ومعرضة للغزو المباشر بالمتر ده او بتغلغل المياه المياه البحر في التربة تحت السطحية وبعدين تخرج في صورة نشعة أو رشح بكلا الطريقين 24% من مساحات الدلتا يروح 24% من الدلتا في وسط ال 24 يغرق في وسط 24 فيه مدن عالية لكن انت احطها كلها من جميع الجهات بايه بمياه فلم تعد لها فائدة وال 24% دي عشان تبقى عارف حضرتك كلها ارض زراعية وال 8% مدن فاصبحت في الاطلس نزلت انه 33% من مساحة الدلتا الشمالية معرضة للخطر شمال الدلتا كل شمال الدلتا اللي هو القوس الشمالي يبدأ من جنوب اسكندرية من اول الماكس لغاية ومش الماكس كمان جنوب عن الماكس عند ميناء الدخيلة وبالمناسبة ميناء الدخيلة من أشد المواني المصرية تضررا بالتيارات المناخية إنه خطير جدا وبعدين تمر على جنوب اسكندرية شمال اسكندرية آمن ما فيش حاجة غير الشواطئ والشاطئ تقدر ترمي عليها رمل أصل أي شاطئ البحر لما ارتفع عنه ما دام أنت عامل كورنيش ما يعملش حاجة إنما عايز تعمل شاطئ الناس تستحمى ممكن تزود الشاطئ رمل تجيب قلبات رمل وتحطها فيرتفع المنسوب عن البحر تقدر تعمل شاطئ الخطورة في الماء اللي هتدخل جنوب اسكندرية وتدخل محافظة البحيرة على الأراضي الزراعية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة شمال محافظة كل الأماكن فاش كورنيش ايوه كل هذه الاماكن دي هيدخل فيها على الاراضي الزراعيه وانا شرحت بالتفصيل الحقيقه دي اوتوماتيك بيجي ايه انت بتشوف في اسكندريه بيحطوا بلوكات كده بلوكات دي مش مقصود بيها حمايه الشواطئ من هجوم البحر من ارتفاع منسوب ده بتكسر حده الموجه عشان صح انما البلوكات ما بينها مسافات ممكن البحر يخشها لا ما ينفعش ده في عشان احمي من زياده منسوب بحر يبقى لازم حيطه صماء وتمشي امام الشاطئ وتغطس بمسافات تحت عمق يتراوح في بعض المناطق لقيتها من 3 متر الى 12 متر حيطة قدام الدلتا 12 متر تحت و3 فوق و2 فوق اتنين فوق ال 12 دول بيتراوحوا من 3 ل 12 ومع 2 فوق يبقى انا المجموع ارتفاع هذا حقت يبقى من 5 ل 15 والطول بتاعها حددته عرفت الثغرات منين بتاعت الدلتا بتيجي والبحر انا الثغرات اللي ممكن يدخل منها واللي ممكن يتخلل منها نزلت عينت الاماكن اللي فيها نشأ وفرجتهم انه الاهمال في ان هم ما ياخدوش بالمعلومات اللي في الاطلس بجديه نشأ عنها في 2011 جبت لهم الصور كل المناطق بفضل الله رب العالمين اللي انا كتبتها في الاطلس من عند الله وبفضل منه ووريتهم ازاي المايه دخلتها ونشعت وريتهم النشع كله على كل الاماكن اللي حطيت فيها دوائر حمراء حتى انك لا تصدق ان في خلال 3 سنين وانا بعد الاطلس كان نص كيلو متر من نفس الساحل بحيره المنزله كان اتاكل في الثلاث سنين الاخلاف اللي قبل كده اختفى وانا حاطط عليه علامه حمراء مجرد خلصت وباخد الصوره الاخيره لقيت العلامه الحمراء اتاكلت كلها.